بسم الله الرحمن الرحيم. معنا أسئلة المقال. بيقول لك هنا: علل يفضل التيار المتردد على التيار المستمر في نقله من أماكن تولده لأماكن استهلاكه. طبعا هنا هتقول عيوب التيار المستمر ومميزات التيار المتردد. طيب، عيوب التيار المستمر إيه؟ التيار المستمر لا يمكن رفع أو خفض جهده أو شدة التيار، يعني شدة التيار أو الجهد بتاعه، وبالتالي ده هيخليه يفقد جزء كبير من ايه؟ من قدرته اثناء نقله من اماكن التوليد الى اماكن الاستهلاك او اماكن التوزيع. بينما عندك التيار المتردد يمكن رفع جهده وبالتالي تقل شدة التيار عند اماكن التوليد باستخدام المحاولات الرافعة للجهد، وخفض جهده ورفع التيار عند اماكن الاستهلاك باستخدام المحاولات الرافعة للجهد، الخافضة للجهد قصدي. وبالتالي يمكن ايه؟ عن طريق تقليل شدة التيار المرفي اسلاك النقل، تقليل ايه؟ تقليل الفقد في الطاقة الكهربية، وبالتالي تزداد كفاءة النقل. بس كده. طيب، رقم 2 بيقول لك: تستخدم خاصية الأثر الحراري للتيار المتردد كأساس لعمل الأميتر الحراري. طيب ليه بقى؟ لان انت عندك الاميتر الحراري بيقيس ايه؟ بيقيس شدة التيار المتردد على اساس ايه؟ على اساس التمدد الذي تحدثه، او التمدد الذي يحدثه التيار المتردد نتيجة تولد كمية من الحرارة في سلك الإيراديوم البلاتيني. وطبعا الخاصية دي ما بتعتمدش على اتجاه التيار، لان ده متردد مش هتفرق سواء تيار متردد او مستمر. رقم 3 بيقول لك: يدمج الأميتر الحراري في الدائرة الكهربائية على التوالي حتى يمر فيه نفس شدة التيار أو نفس التيار المراد إيه؟ قياسه. رقم 2 بيقول لك: ما وظيفة أو استخدام كل مما يأتي؟ خيط الحرير في الأميتر الحراري. طبعا أنت عارف كرسم مبسط كده، لو ده السلك بتاع الإيراديوم البلاتيني وهو مشدود، وده عندك خيط الحرير، وده عندك البكرة، ودي المؤشر، وده عندك هنا الزنبرك. انت عندك خيط الحرير بيعمل ايه؟ خيط الحرير بيقوم بشد سلك الإيراديوم البلاتيني عندما يمر فيه تيار ويتولد فيه طاقة حرارية، وبالتالي يتمدد وينكمش. وبالتالي عند شده ايه اللي بيحصل بقى؟ بتدور البكرة ومعها المؤشر، وبالتالي يشير الى ايه؟ يشير الى شدة التيار المرفي الاميتر. رقم 2 بيقول لك هنا: البكرة في الاميتر الحراري. نفس الفكرة، بس هنا هتقول البكرة بقى. البكرة بتعمل ايه؟ بتدور البكرة ومعها المؤشر عندما يتمدد سلك الإيراديوم البلاتيني عند مرور تيار فيه بسبب تولد كمية من الحرارة، ويثبت او تثبت المؤشر عند ايه؟ عند قراءة معينة تدل على شدة التيار. بس كده. رقم 3: الملف الزنبرجي في الاميتر الحراري. طيب، الملف الزنبرجي ده بيعمل ايه؟ انت عندك لما خيط الحرير بيشد ده، فانت عندك الملف الزنبرجي بيكون بشد ايه؟ بشد خيط الحرير. وطبعا لما بيشد خيط الحرير بتدور الايه؟ البكره. وبالتالي هنا يكون بشد خيط الحرير، وبالتالي تدور البكره ومعها المؤشر ليشير الى ايه؟ ليشير المؤشر الى شده التيار المعار. نفس التلاته بيدلوا على نفس الحاجه يعني. رقم 3 بيقول لك: ماذا يحدث في كل مما ياتي؟ انقطاع خيط الحرير في الاميتر الحراري. طبعا لو خيط الحرير انقطع، فانت عندك هنا المؤشر والبكرة مش هيدوروا. يبقى انت هنا هتقول عند انقطاع خيط الحرير، فانه عند تمدد سلك الإيراديوم البلاتيني نتيجة مرور التيار فيه لن تدور البكرة ومعها المؤشر، وبالتالي لن نستطيع قراءة ايه؟ قراءة او معرفة شدة التيار المعار. قطع التيار عن دائرة تحتوي على أميتر حراري. لما بينقطع التيار بيعود
سلك الراديوم البلاتيني لحالته عن طريق ان هو بيبرد وينكمش، وبالتالي تدور البكرة مع المؤشر وتعود الى وضع الايه، الى وضع الصفر مرة اخرى. بس كده. تثبيت سلك الراديوم البلاتيني على لوح معدني مختلف عن مادة السلك في معامل التمدد الحراري. طبعا ده هيؤدي الى ايه؟ تعرف ان سلك الراديوم البلاتيني بيتأثر بدرجة الحرارة وكذلك اللوحة، وبالتالي هيحصل ايه هنا؟ الاتنين بيتأثروا، لو هما الاتنين مش ملهمش نفس معامل التمدد فهما الاتنين هيتمددوا بدرجات مختلفة، وبالتالي ده هيؤدي الى حدوث الخطأ الصفري. وبالتالي هنا هتقول تتأثر قراءة الأميتر بالارتفاع والانخفاض في درجة الحرارة مما يسبب ايه؟ الخطأ الصفري. رقم 4 بيقول لك قارن بين الأميتر الحراري والأميتر ذو الملف المتحرك من حيث سبب حركة المؤشر على التدريج. في الأميتر الحراري سبب حركة المؤشر اللي هو تولد عندما يمر تيار كهربي في سلك الراديوم البلاتيني، فإنه تتولد فيه كمية من الحرارة فيتمدد، وبالتالي تقوم يقوم اللي هو الخيط الحرير بشد السلك، وتدور الايه، تدور البكرة مع المؤشر ويشير الى ايه، ويشير المؤشر الى شدة التيار المعرض، وبالتالي سبب الحركة هنا ايه؟ تمدد سلك الراديوم البلاتيني نتيجة تولد كمية من الحرارة فيه بسبب التيار المعرض. بينما الأميتر ذو ملف متحرك سبب حركة المؤشر ان انت عندك تولد عزم ازدواج في الملف يعمل على دوران الملف ومعه المؤشر. التأثر بدرجة حرارة الجو، الأميتر الحراري بيتأثر بدرجة حرارة الجو ارتفاعا وانخفاضا، بينما الأميتر ذو ملف المتحرك لا يتأثر. حركة المؤشر في الأميتر ذو الملف أو ذو الأميتر الحراري أو الأميتر الحراري يعني، المؤشر بيتحرك ببطء، بينما في الأميتر ذو الملف المتحرك بيتحرك بسرعة. اتنين، الجلفانوميتر والأميتر الحراري من حيث وظيفة الملف الزنبرجي. في الجلفانوميتر وظيفة الملف الزنبرجي 3 حاجات: التحكم في حركة الملف عن طريق طبعا ان بيتولد في الملفين الزنبرجيين عزم لي يعاكسان، او يعاكس عزم اللي ده بيعاكس عزم الازدواج المتولد في الملف، وعندما يتساوى عزم اللي مع عزم الازدواج يثبت المؤشر عند قراءة معينة. لو انت عايز تكمل يعني، او ممكن تقول له التحكم في حركة الملف وخلاص. تاني حاجة بيعملها كوصلتين لدخول وخروج التيار من والى الملف. تالت حاجة ان هما بيعملها على اعادة الملف ومعه المؤشر الى وضع الصفر عند انقطاع التيار. طيب بينما في الأميتر الحراري بيقوم بشد أقولها ازاي، المهم هنقولوها بالطريقة دي، يقوم بشد خيط الحرير عند تمدد سلك الراديوم البلاتيني، وبالتالي يعمل على دوران الحلقة ومعها المؤشر، وبالتالي الإشارة إلى قيمة التيار المار، القيمة الفعالة للتيار المار. 5، وضح كيف يمكن معايرة عمل تدريج الأميتر الحراري عن طريق مقارنة قراءة الأميتر الحراري بمقارنة عن طريق مقارنة قراءة الأميتر الحراري بقراءة جلفانوميتر ذو ملف متحرك موصل معه على التولي في دائرة التيار المستمر. رقم 6، اكتب المصطلح العلمي الزاوية المحصورة بين متجهي التور لفرق الجهد الكلي وشدة التيار المتردد. طبعا دي زاوية التور V وادي الاي، دي الزاوية دي اسمها زاوية التور. ماذا يحدث عند مرور التيار المتردد في مقاومة أومية بالنسبة لدرجة حرارتها؟ طبعا ترتفع درجة حرارتها نتيجة تولد طاقة حرارية يمكن حسابها من هذه العلاقة W بتساوي I تربيع في الـ R في T. رقم 8، علل عند الترددات العالية جدا يكاد ينعدم مرور التيار المتردد في ملف الحث.
عند ثبوت القوة الدافعة الكهربية للمصدر. طبعا التردد العالية انت عارف ان ملف الحس الاكس ال بتاعته مفاعلة حسية بتساوي 2 باي اف ال، وبالتالي عند التردد العالية تكون قيمة المفاعلة الحسية كبيرة جدا، وبالتالي يكون شدة التيار صغيرة جدا اي يكاد ينعدم. رقم 2، عند زيادة عدد لفات الملف تزداد المفاعلة الحسية له لمرور تيار متردد ثابت التردد. طيب لما تزود عدد لفات الملف، هو هنا بيقول لك تزداد المفاعلة الحسية. المفاعلة الحسية احنا لسه قايلين اكس ال بتساوي 2 باي اف ال، ال ال ده اللي هو معامل الحس الذاتي بيساوي الميو في ال ان تربيع في ال ايه على ال ال سمول اللي هو طول الملف. وبالتالي عند زيادة عدد لفات الملف تزداد او يزداد معامل الحس الذاتي للملف، وبالتالي طبقا لهذه العلاقة، وبالتالي تزداد قيمة المفاعلة الحسية طبقا لهذه العلاقة. تزداد المفاعلة الحسية للملف عند وضع قضيب من الحديد المطوع داخله وإمرار نفس التيار المتردد فيه، نفس الفكرة. طبعا إمرار نفس التيار يعني بيقول لك إن الإف ثابتة، وبالتالي لما تزود أو تحط قضيب من الحديد المطوع الميو بتاعته كبيرة، ال ال هتزيد وبالتالي الإكس ال هتزيد. رقم 4، عند قطع جزء من لفات الملف اللولبي وتوصيل الجزء الباقي بنفس المصدر المتردد يعني الاف ثابته، فان مفاعلتي الحسيه تقل، بيقول لك ان الاكس ال بتقل. طيب احنا عارفين الاكس ال برضو بتساوي 2 باي اف ال، طبعا عشان تعرف ايه اللي حصل للاكس ال فانت هتبص على ال ال، ال ال بتساوي الميو في الان تربيع في الاي على ال ال. لما تقطع جزء من لفات الملف اللولبي، مثلا لو انت عندك ملف لولبي كده وقطعته للنصف، ال ان قلت للنصف وال ال قلت للنصف، لكن هنا انت عندك ال ال بيتناسب عكسيا مع ال ال وطرديا مع ال ان تربيع، وبالتالي لما ده يقل للنصف وال ان تقل للنصف يبقى ال ان تربيع هتقل للربع، يبقى ال ال هتقل للنصف. وبالتالي دي انت هتقولها ازاي؟ هتقول لانه من هذه العلاقه فان ال ال تتناسب عكسيا مع ال ال وترضيع مع الان تربيع، وبالتالي يكون عند قطع جزء من الملف يكون مقدار النقص الحاصل بالنسبه للبسط، مش عارف اجيبها ازاي، يكون مقدار النقص الحادث اكبر من مقدار الايه الزياده في ال، مقدار الزياده في ال بيكون ناتج عن ده ومقدار النقص هيكون ناتج عن ده، وبالتالي مقدار النقص الحاصل نتيجه نقص عدد اللفات أكبر من مقدار الزيادة نتيجة نقص طول الملف، وبالتالي يقل إيه؟ يقل طول الملف، حيث ال ال تتناسب طرديًا مع ال ان تربيع وعكسيًا مع ال ال سمول. السؤال اللي بعد كده 9، ماذا يحدث في كل من ما يأتي؟ مرور تيار متردد في ملف حس بالنسبة لزاوية الطور بين الجهد والتيار. طبعًا هنا يتقدم فرق، هنا ملف وبالتالي يتقدم فرق الجهد على التيار بزاوية أو بربع دورة أو بزاوية 90 درجة، أدي الـ VL وأدي الـ I. تقليل المسافات بين لفات الملف الحلزوني إلى النصف بالنسبة للمفاعل الحسية، المفاعل الحسية XL بتساوي لسه قايلينها فوق 2 باي FL، وعندك الـ LD بتساوي الميو في الـ N تربيع في الـ A على الـ L small. لما تقلل المسافات بين لفات الملف الحلزوني إلى النصف، لما تقلل المسافة بين كل لفة والتانية إلى النصف، الطول بتاعك هيقل للنصف. لما الطول يقل للنصف ال ال هتزيد للضعف، لما ال ال تزيد للضعف الإكس ال هتزيد للضعف. لفة أسلاك ملف يمر به تيار متردد لفة مزدوجا بالنسبة للمفاعل الحسية للملف، هتنعدم المفاعل الحسية نتيجة إن إيه؟ عند لف الأسلاك لف مزدوج يلاشي الفيل الناشئ من إحدى اللفات الفيل الناشئ من اللفة الأخرى لأنه يعكسه بس. رقم 10، بيقول لك ما العوامل التي تتوقف عليها المفاعلة الحسية لملف حس. طبعا هتكتب القانون، المفاعلة الحسية اكس ال بتساوي 2 باي اف ال، وبالتالي التردد علاقة طردية ومعامل الحس الذاتي علاقة طردية. وضح لماذا يتقدم فرق الجهد على التيار في الطول بمقدار ربع دورة عند مرور تيار متردد في ملف حس عديم المقاومة. طبعا السؤال ده يعني كتابة كتير وموجود في الكتاب، هتلاقيه في
تقريبا صفحة 185 اللي اسمها، وهتقول له المعادلة ان ال XL او قصدي ال VL بيساوي ال L دلتا I باي دلتا T. طبعا الناس بتقول لك السالب ما بنحطوش هنا، ما بنحطوش هنا ليه؟ الموضوع موضوع السالب ده عاوز بحد يفكرني بشرح لكم ليه ما بنحطش السالب. هي الموضوع لفة طويلة، ممكن اديكم فكرة عنه. انا مش عارف ابدالك منين إيه. بص، وانت دلوقتي لو عندك دايرة تيار متردد بالشكل ده، اتمنى الناس يعني تستوعب الفكرة. نجيبها الاول دايرة تيار كده، انت عندك في بي وهنا بيتولد ام اف. لما تيجي تطبق كيرشوف على الدايرة دي، المفروض ان الفي بي زائد الام اف، طبعا هنا مش هنسميها ام اف بقى، هنسميها في ال. في بي زائد ال في ال بيساوي صفر، او ال في ال بتساوي سالب ال في بي. طيب واحد هيقول لي طب انا ليه عملت كده؟ مين الاصل؟ ال في ال الاصل ولا ال في بي الاصل؟ طبعا ال في بي هي الاصل، دي الاصل. يعني مثلا لو انت عندك الجهد، طبعا ال في بي الجهد بتاعه كده، وبالتالي ده الاصل، هيفضل الجهد كده، وبالتالي التيار بيكون يكون على اساس الايه، العناصر اللي عندك في الدايره. لكن مصدر الجهد هو يعني مصدر الجهد هنا بيخلي لك الجهد ثابت، شكله ثابت، لكن ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير هو مصدر الايه، مصدر او قصدي التيار نتيجه الايه، العناصر اللي في الدايره. طيب لما بنيجي برضو احنا هنا جبناها من هنا، طيب يبقى احنا هنا لو كملنا مثلا ال في ال بتساوي سالب ال في بي. طيب ال في ال ده عباره عن ايه؟ ال في ال هنا عباره عن سالب ال ال دلتا اي باي دلتا تي، وبالتالي هتلاقي ان انت عندك ال ال دلتا اي باي دلتا تي بتساوي ال في بي، ماشي كده؟ وبالتالي انت هنا لما بتيجي يعني هو بيختصر لك في الكتاب بيقول لك ان ال في ال ماشي بنرسم ما بين ال في ال وما بين الايه؟ الاي. لا، هو انت بترسم الحقيقه ما بين الجهد الاصلي وما بين الاي اللي ماشي، بطريقه تانية ممكن ناخدها بطريقه تانية. انت عندك لما بنقول، او بالطريقه دي احسن، بالطريقه دي احسن، الطريقه التانيه هتدخلك في حوارات تانيه. المهم يبقى انت عندك دلوقتي انت بترسم ما بين ايه؟ بترسم ما بين الجهد الاصلي وما بين التيار اللي ماشي. ليه؟ لان التيار اللي ماشي ده ناتج من الجهد الاصلي، وفرق الجهد هنا، فرق الجهد هنا بتفترض يعني هو بيكون زي ده، بس فرق الطول ما بينهم بكام؟ ب 180 درجه. طيب لما نيجي بقى للدايره بتاعتنا بتبقى نفس الفكرة. انت عندك دلوقتي لو احنا فرضنا ان الفي هنا، طبعا الفي هنا اللي بيتحدد بناء على الدينامو، الفي ده بيتحدد بناء على الدينامو. لو الفي بيساوي في ماكس ساين اوميجا تي، وعايزين نجيب التيار اللي ماشي في الدايرة، نعمل ايه؟ نفترض ان هنا الفي ال، نفس الفكرة نطبق كيرشوف، عندك في زائد في ال بيساوي صفر، محصلة القوة الدافعة اللي موجودة في المسار بتساوي صفر، لأن ده بيتولد فيه قوة دافعة نتيجة تغير التيار. وبالتالي أنت عندك هنا الفي اللي هي الفي ماكس ساين أوميجا تي زائد الفي ال اللي هي سالب ال دلتا أي باي دلتا تي بيساوي صفر. هتلاقي ان انت عندك هنا في ماكس ساين اوميجا تي بيساوي ال دلتا اي باي دلتا تي. لما تيجي تجيب الاي بقى هتكامل هنا، فاحنا هنجيب طبعا ده بيبقى تفاضل، يعني في الاصل ما بيبقاش دلتا، بيبقى دي. لما نيجي نجيب الاي هتبقى الاي بتساوي تكامل
في ماكس على ال ساين اوميجا تي دي تي. طيب لما تيجي تكمل دي هتطلع معاك ايه؟ هتقسم على الاوميجا، يبقى الاي بتساوي في ماكس، الاوميجا هتطلع بقى هتقسم عليها اوميجا في ال، وعندك تكامل الساين سالب كوزين اوميجا تي. بعد كده انت عندك هنا فرق الجهد بالساين، فاحنا عاوزين نحول دي لساين، نعمل ايه؟ عادي، انت عندك هنا سالب كوزين اوميجا تي، لما تيجي تحولها في ماكس زي ما هي على اوميجا ال، طبعا ده الاوميجا ال دي اللي هي الاكس ال، فده هيديك الاي ماكس، والكوزين اوميجا تي سالب كوزين اوميجا تي هتديك ساين اوميجا تي ناقص باي على الاتنين، اللي هي ناقص 90 يعني، صح كده؟ لو عاوز تتأكد ان دي هي نفسها كوزين سالب كوزين اوميجا تي، دي اعملها كده ساين، طبعا ساين اوميجا تي ناقص باي على الاتنين، لو انت خليت الباي على الاتنين تيجي الاول تبقى سالب ساين باي على الاتنين ناقص اوميجا تي، ماشي؟ ساين اوميجا ساين باي على الاتنين ناقص اوميجا تي دي في الربع الاول، وبالتالي في الربع الاول كله موجب، وبالتالي الساين وده طبعا 90، فالساين هتتحول لكوزين اوميجا تي والسالب زي ما هي، تمام كده؟ طيب لما بتيجي هنا ترسم العلاقه ما بين الاتنين دول هتلاقيها كده، لما بنيجي نرسمها بنلاقيها كده، لان لسه قايلين ان الاي بتساوي هتبقى اي ماكس ساين اوميجا تي ناقص باي على الاتنين، لو احنا مثلا والفي بتساوي في ماكس ساين اوميجا تي. احنا ممكن نحول يعني مثلا نخلي الاوميجا تي ناقص الباي دي مثلا بسيتا، ف يبقى سيتا بتساوي اوميجا تي ناقص باي، سوري سيتا باي على الاتنين، وبالتالي اوميجا تي بتساوي سيتا زائد باي على الاتنين، فانت عندك هنا هيبقى الاي بتساوي اي ماكس ماشي ساين سيتا، وعندك الفي بتساوي في ماكس ساين هتيجي دي هنا تبقى سيتا زائد باي على الاتنين، سيتا زائد باي على الاتنين، طبعا في ماكس ساين سيتا زائد باي على الاتنين دي هتديك ايه؟ عندك باي على الاتنين اللي هي 90 يعني بتخلي الساين كوزين، وطبعا دي في الربع التاني والربع التاني الساين موجبة، وبالتالي هتبقى في ماكس كوزين سيتا، وبالتالي دي نفس الايه؟ نفس النتائج اللي موجودة عندك في الكتاب، ان منحنى الفي بيبقى في ماكس كوزين سيتا، ومنحنى الاي اللي هو ده اي بتساوي اي ماكس ساين سيتا، وبالتالي لما بتيجي تقسمها عندك في ماكس كوزين سيتا اهي. ده الفي، وعندك الاي بتساوي اي ماكس اي ماكس ساين سيتا تبقى دي، هتلاقي ان هنا الفي متقدم على الاي ب 90 درجة، تمام كده؟ طبعا هنا رسم ما بين السيتا وما بين الفي والاي، مش ما بين الاوميجا الاوميجا تي، يعني انا هنا بس غيرت العوامل يعني، بغض النظر عن كل اللي انا قلته لو انت ما انتش فاهم فاتعامل بقى ان ايه؟ ان في الفصل الرابع الفي ال بتساوي الاي ال دلتا اي باي دلتا تي، وباختصار شديد الفي ال دي هي الفي بتاعت الايه المصدر، لان هو ده اللي بيتحكم في شده التيار اللي ماشي في الدايره، تمام كده؟
ده اللي بيتحكم في شدة التيار اللي ماشي في الدائرة. ده الأساس اللي هو الفي، اللي هو فرق الجهد بتاع المصدر اللي متوصل بيه الملف، هو ده الأساس. أو بطريقة تانية احنا ممكن نستنتجها بطريقة تانية. انت عندك لو مثلا لو التيار كده اتجاهه كده، التيار بيزيد والتيار بيزيد طبعا، التيار الناتج من ده اتجاهه كده، فنتيجة ان الاتنين عكس بعض ماشي، فانت بتعمل ايه؟ فانت بتشيل السالب. دي طريقة برضو تانية بس بغض النظر يعني. المهم يا ريتنا ما دخلنا نفسنا في الحوارات دي كلها. يبقى ده زي ما قلت لك، بص عليه في الكتاب وامشي بالخطوات اللي انا قلت لك عليها اللي موجوده في الكتاب بغض النظر عن اللي انا قلته. يعني رقم 12 بيقول لك وضح ان المقدار ال على ار له نفس وحده قياس الزمن، حيث ال الحس الذاتي للملف والار المقاومه الاوميه. طيب هتقول هنا وحده قياس ال على ار هي وحدة قياس ال على ار، وحدة قياس ال اللي هو الهنري، وطبعا الهنري عبارة عن فولت في ثانية على امبير. جاي منين ده؟ من القانون ده، اي ام اف بتساوي ال كمقدار يعني ال دلتا اي باي دلتا تي، وبالتالي فولت في ثانية على امبير بيديك الهنري. وعندك الار ده الاوم، الاوم ده من قانون اوم عبارة عن فولت على الثانية، فولت على امبير سوري. وبالتالي وحدة قياس ال على الار هي فولت في ثانية على امبير، وعندك تحت فولت على امبير، الامبير هيطلع فوق، تلاقي ان الفولت بيروح مع الفولت والامبير بيروح مع الامبير، هيديك ثانية على طول. رقم 13 ملف حاس عديم المقاومة متصل باميتر حراري ومصدر تيار متردد على التوالي، ماذا يحدث لقراءة الأميتر الحراري مع ذكر السبب عند وضع قلب من الحديد داخل الملف؟ لما تحط قلب من الحديد داخل الملف طبعا ال ال هتزيد، لأن ال ال بتساوي الميو في ال ار، في الميو في ال ان تربيع في ال اي على ال ال على ال سمول، وبالتالي الميو زادت، ال ال زادت، اكس ال زادت، وبالتالي قراءة الأميتر الحرارية هتقل، لأن انت عارف ان قراءة الأميتر الحراري هتساوي الفي على الفي اف فيكتيف على الاكسل. رقم 2 استبدال المصدر بمصدر اخر له نفس القيمه الفعاله للجهد ولكن تردده اقل. طيب نفس القيمه الفعاله للجهد والتردد اقل، طبعا لما التردد يبقى اقل الاكس ال هتقل وبالتالي الاي هتزيد. 3 توصيل ملف بملف اخر مماثل له على التوازي. في حاله توصيل الملفات على التوازي ال ال الكليه بتقل وبالتالي الاكس ال الكليه بتقل، وبالتالي هنا التيار هيزيد، يبقى الاي هيزيد، يبقى قراءه الاميتر تزداد. توصيل ملف بملف اخر مماثل له على التوالي طبعا عكسها مماثل له. وطبعا هنا لاحظ هنا برضو حاجه، احنا هنا قلنا تزداد قلنا تزداد وخلاص، لا هتقول تزداد للضعف. ليه تزداد للضعف؟ هو هنا بيقول لك مماثل له على التوازي، وبالتالي ال ال قلت للنصف والاكس ال قلت للنصف، وبالتالي الاي هتزيد للضعف. هنا العكس، على التوالي ال ال هتزيد للضعف، الاكس ال هتزيد للضعف، وبالتالي الاي هتقل للنصف. رقم 14 بيقول لك هنا ما وظيفة المكثف الكهربي؟ طبعا المكثف الكهربي هو جهاز ايه بيستخدم في تخزين الطاقة الكهربائية على هيئة ايه؟ مجال كهربي. ماذا نعني بقولنا ان ساعة مكثف 5 مايكرو فراد؟ طبعا ساعة المكثف السي بتساوي الكيو على الفي، وبالتالي هنا هتقول معنى ذلك ان النسبة بين الشحنة المختزنة على احد لوحي المكثف الى فرق الجهد بين اللوحين تساوي 5 مايكرو كولوم على فولت. بعد كده او 5 في 10 اس سالب 6 هي 16. ماذا يحدث عند زيادة سعة مكثف يمر في دائرة التيار المتردد بالنسبة لقيمة الاكس سي؟
طيب الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، لما تزود الساعة الاكس سي هتقل. وبالتالي هنا هو هنا بيقول لك زيادة ساعة مكثف، تمام صح بالنسبة لاكس سي، وبالتالي لما يزيد ده هيقل صح، يبقى تقل. رقم 17 بيقول لك تقل المفاعل السعوية لمكثف عند زيادة تردد التيار المرفي، لأنه بزيادة التردد أو هتقول الإكس سي بتتناسب عكسيا مع الإف، وبالتالي بزيادة التردد تقل الإكس سي. عند مرور تيار كهربي ذو تردد عالي في دائرة تحتوي على مكثف، فإن الدائرة الكهربية تكاد تكون مغلقة، لأنه من هذه العلاقة إكس سي تتناسب عكسيا مع الإف، وبالتالي بزيادة التردد أو عندما يكون التردد كبير جدا تكون الإكس سي صغيرة جدا، وبالتالي يكون التيار كبير أي تكون الدائرة مغلقة. 3 عند توصيل مجموعة من المكثفات على التوازي، فإن المفاعلة السعوية للمجموعة تكون أقل من المفاعلة السعوية لكل مكثف منفردة. طيب دي هتقول إيه؟ هو هنا بتقول لك التوازي. طبعا لو أنت عندك أكتر من مكثف متوصلين سي واحد سي اتنين سي تلاتة، لما توصلنا على التوازي الساعة الكلية بتساوي ايه؟ الساعة الكلية سي توتال بتساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة، بس تكون عند توصيل مجموعة من المكثفات على التوازي فإن المفاعل، تمام كده؟ يبقى السي توتال بتساوي مجموع ايه؟ مجموعهم. وبالتالي انت عندك هنا الاكس سي توتال بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على 2 باي اف سي توتال، وبما ان السي توتال اكبر من قيمه اكبر ساعه فيهم، وبالتالي تكون الاكس سي توتال اقل من اقل مفاعله سعويه فيهم. فاهم الفكره؟ انت عندك هنا السي توتال بتكون اكبر من ده وده وده، وبالتالي الاكس سي توتال هتكون اقل من ايه؟ من اقل واحد فيهم. بس اللي بعد كده، تستخدم المكثفات في فصل التيارات منخفضه التردد عن التيارات مرتفعه التردد. طيب المكثفات فصل التيارات منخفضه التردد، طبعا التيارات منخفضه التردد هتكون الايه؟ هتكون الاكس سي بتاعتها كل ما ده بيقل كل ما ده بيزيد، الاكس سي بتاعتها كبيره. طيب التيارات مرتفعه التردد كل ما الاف بيزيد الاكس سي بتقل، انت عندك الاف كل ما بتزيد الاكس سي بتقل، والاف كل ما تقل الاكس سي بتزيد، وبالتالي المكثفات لا تسمح بمرور ايه؟ التيارات منخفضه التردد، لانه كلما قل التردد كلما زادت المفاعله السعويه، وبالتالي تقل شده التيار، وبالتالي تسمح بمرور التيارات ايه؟ مرتفعه التردد. بس كده. 5 المفاعل الحسية لملف للتيار المستمر تساوي صفر، بينما المفاعل السعوية لمكثف التيار المستمر تساوي ما لا نهاية. طبعا التيار المستمر بنفترض ان التردد بتاعه بصفر، وبالتالي الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، الاف بصفر هتبقى الاكس ال بصفر، بينما الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، فلو الاف بصفر الاكس سي هتبقى بما لا نهاية. 18 ما العوامل التي تتوقف عليها المفاعلة السعوية؟ عادي، هنا انت عندك هنا التردد عكسيا والساعة عكسيا برضو. متى تقترب قيمة المفاعل السعوية للمكثف ثابت الساعة متصل بمصدر التيار المتردد من الصفر؟ من هنا بيقول لك ثابت الساعة، الساعة ثابتة، وبالتالي عشان ده تقترب من الصفر فالإف ده يكون إيه؟ كبيرة جدا. رقم 20 وضح لماذا يتأخر فرق الجهد. دي برضو في الكتاب نفس الفكرة، انت عندك الاي بيساوي سي، اي بتساوي سي دي في باي دي تي، وترسم له المنحنى بتاع الفي، وبعد كده تستنتج منه المنحنى بتاع الاي، وترسم له الدايره عندما يكون في الربع الاول الى اخره، يعني موجوده في الكتاب احفظها. طبعا بالنسبه لبتوع الازهر هيحفظوها، بالنسبه لبتوع التربيه والتعليم هيفهموها، مش هيطلب منك تكتب. 21 في الشكل الموضح أمامك يتحرك قضيب مغناطيسي داخل حلقة معدنية بها مكثف، حدد قطبية المكثف اي بي. ده لما بيتحرك فده هيبقى ساوث وده نورث، وبالتالي التيار هيبقى كده،
وبالتالي التيار جاي كده، معنى كده ان الالكترونات اندفعت من ده راحت لده، وبالتالي ده هيبقى موجب الشحنة وده سالب الشحنة. قارن بين المفاعلة السعوية والمفاعلة الحسية من حيث تأثير زيادة التردد على كل منهما. احنا لسه قايلينها في السؤال ده. احنا عارفين لما التردد بيزيد الاكس ال بتزيد، لان الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، والاكس سي بتقل لانها بتساوي 1 على 2 باي اف سي. وبالتالي لما التردد بيزيد هنا الاكس سي بتقل. 23، اكتب العلاقة الرياضية. عندك اكس ال واوميجا، الاكس ال بتساوي الاوميجا في ال، وبالتالي الميل بتاعك هيساوي اكس ال على الاوميجا اللي هي ال. اكس سي 1 على اف، الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، وبالتالي الاكس سي على 1 على الاف هيديك 1 على 2 باي سي. الاكس سي 1 على اف سي نفس الفكرة، 1 على 2 باي اف سي. فالاكس سي على 1 على اف سي اللي هو ده كله هيديك 1 على 2 باي. 24، اثبت ان المقدار جذر ال على سي له نفس وحدة قياس المقاومة، حيث ال الحس الذاتي للملف وسي سعة المكثف. نفس الفكرة، وحدة قياس جذر ال على سي هي ال ال، ده احنا قلنا فولت في ثانية على امبير، وبالتالي هيبقى جذر فولت في ثانية على امبير. والسي طبعا ده عبارة عن بيتقاس بوحدة كولوم على فولت، وبالتالي هنا كولوم على فولت، الفولت هيطلع فوق. ده هيساوي جذر فولت في فولت في فولت تربيع. عندك كولوم على الثانية بأمبير، وبالتالي تحت هيبقى فيه، هتشيل الاتنين دول وتحط أمبير تحت، أمبير في أمبير بأمبير تربيع. طبعا فولت تربيع على أمبير تربيع من قانون أوم هيديك إيه؟ هيديك أو، يبقى ده جذر أوم تربيع. هتشيل التربيع مع الجذر هيديك أو، اللي هي وحدة قياس المقاومة. وضح أن المقدار سي في الأرض له نفس وحدة قياس الزمن، حيث سي ساعة المكثف وآر المقاومة الأومية. نفس الفكرة، وحدة قياس سي في الأر هي وحدة قياس السي، احنا لسه قايلين كولوم على فولت. وحدة قياس الأر فولت على أمبير اللي هي الأو. وابتدى تلاقي إن ده بيروح مع ده. بعد كده الكولوم على امبير هي الثانية، او انت عارف ان الكولوم امبير في ثانية، امبير هيروح مع الامبير هيديك ثانية، دي وحدة قياس الزمن. رقم 26، مد في الدائرة الكهربية الموضحة، ما الفرق في الطور بين شدة التيار وفرق الجهد الكلي للتيار المتردد اذا كان العنصر اكس هو مقاومة اومية؟ طبعا لو مقاومة اومية فرق الطور بصفر، تعرف الفي والاي بيكونوا في نفس الاتجاه. عندك ملف حاسة عديم المقاومة 90 درجة، عندك المكثف بيكون سالب 90، أو التيار يكون متقدم على فرق الجهد ب90 درجة. رقم 27، مولد تيار متردد مقاومته الأومية مهملة، يمكن تغيير سرعة دوران ملفه وبالتالي تغيير تردد التيار الكهربي المتولد فيه أو منه. بين كيف تتغير النهاية العظمى لفرق الجهد بين طرفيه مع زيادة التردد. طبعا بزيادة التردد تزداد الفي ماكس. وإذا أدمجت في دائرة المولد مقاومة أومية R عديمة الحس، ثم استبدلت بملف حس L عديم المقاومة الأومية، وبعد ذلك استبدلت بملف مكثف C، أوجد النهاية العظمى لشدة التيار في كل حالة موضحة العلاقة بينها وبين تردد التيار. طبعا دي سهلة. انت عندك النهاية العظمى شدة التيار في حالة المقاومة، الاي ماكس هتساوي الفي ماكس على الار، بتساوي الان في البي في الاي في الاوميجا على الار. بقول لك هنا موضح العلاقة بينها وبين تردد التيار. طبعا ده بيساوي 2 باي اف، وبالتالي الاي ماكس تتناسب مع الاف. في حالة الملف
عندك سمي ده اي ار، اي ماكس ال بيساوي الفي ماكس اللي هي الان في الاي في البي في الاوميجا على الاكس ال اللي هي الاوميجا في ال، تلاقي ان الاوميجا بيروح مع الاوميجا، تلاقي ده ان في اي في بي على ال، وبالتالي لا تعتمد شدة التيار العظمى على التردد. اخر حاجة اي ماكس سي بيساوي ان في الاي في البي في الاوميجا على الاكس سي اللي هي واحد على اوميجا في السي، هيساوي طبعا ده هيطلع فوق، يبقى معاك ان في الاي في البي اوميجا في اوميجا باوميجا تربيع في السي، وبالتالي الاي ماكس في الحالة دي بتتناسب طرديا مع مربع التردد. بس كده، اتمنى ان الناس تكون استوعبت الفيديو. وموضوع بالنسبة لموضوع العلاقة ما بين فرق الجهد والتيار في الملف، لو انت ما انتش فاهمه زي ما قلت لك اتعامل مع ان انت هنا الفي ال ده هو فرق جهد المصدر يعني، وبالتالي بيساوي ال دلتا اي باي دلتا تي، لان فرق جهد المصدر بيكون ايه، بيكون الاتجاه بتاعه عكس اتجاه القوة الدفع المتولدة في الملف. وبالتالي لو الـ EMF المتولدة الإشارة بتاعتها بالسالب، فالـ VL أو قصدي فرق الجهد بتاع المصدر هيكون الإشارة بتاعته بالموجب. بس أشوفكم في الفيديو الجاي، السلام عليكم.